مؤخرا أنا شفت شيخ بيحرم تعليق الصور وتعليق الآيات القرآنية. أوف والله. وشيخ ما حرم ما علق هذا يجوز تعليق الآيات في المنازل لأنه القرآن نزل لقراءته ولا لتعليق صور. تدري شو مشكلتنا؟ نعم، مشكلتنا إننا نستهين بكلمة حرام. عندهم كلمة حرام سهلة، يعني عندهم كلمة حرام سهلة فيرددونها في أي حاجة، حرام حرام حرام، والحرام قلة. فمثلا مثل أنت تقولين تعليق صورة قرآنية في الجدار ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لماذا تحرم؟ هذا معناه أن مثلا قلنا حرام معناه كل المساجد ارتكبت حرام لأنهم زغرفوا القرآن على الجدران، صح؟ نعم. أتوا سؤال، معناها الكعبة التي في الكعبة في بيت الله الحرام عليها آيات مزركشة، صح؟ إذن الكعبة حرام. أنا أتكلم بمنطق، هذه مشكلتهم. هم يفتون وما يعلمون الترتيب النفسي الذي بعده، هم يفتون بلا إدراك بلا عقل. معناه أنا لو أخذت أن والله تعليق الآيات على الجدران لا يجوز لأن الآيات تأتي للقراءة، هنا سأدخل المساجد، سأدخل الكعبة نفسها، سأدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أنا، من هذا الشيخ المتخلف الذي يفتي بهذا؟ هذا متخلف، ليس، لا تقول اسمه، هذا إنسان متخلف ليس رجل دين. الذي يفتي بهذا الأمر إنسان متخلف، لأنه نسي المسجد النبوي، نسي الكعبة، نسي المسجد الحرام، نسي المساجد على وجه الأرض وأفتى بهذا الأمر. للأسف هؤلاء لا يعلمون الترتيب أثر الفتوى على الناس بعد ذلك، بس شاطرين يفتون، هذه مشكلتهم.